بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 8 من كتاب المفيد في الرياضيات. أحدد كتلة التفاحتين، لأن هناك ميزان تفاحتان ووزن هاتين التفاحتين. إذن أحدد كتلة التفاحتين، يعني 100 غرام و50 غرام. إذن كتلة التفاحتين هي 100 غرام زائد 50 غرام، إذن 100 غرام زائد 50 غرام يساوي 150 غراما. كتلة التفاحتين هي 150 غراما. أحول إلى الوحدة المطلوبة، إذن 30 هكتوغرام يساوي كم من غرام؟ إذن هكتوغرام نضع تحتها 0، دائما رقم الوحدات هو الذي نضعه تحت الوحدة. إذن 30 هكتوغرام، هكتوغرام 30. كم يساوي من غرام؟ أصل إلى، أضيف الأصفار حتى أصل إلى غرام. إذن يساوي 3000. 10 كيلوغرام. إذن كيلوغرام دائما الوحدات تحت، يعني رقم الوحدات تحت الوحدة. إذن كيلوغرام 10 كم يساوي من ديكاغرام؟ يساوي 1000. ألف كيلوغرام دائما رقم الوحدات تحت الوحدة، كيلوغرام 1000 كيلوغرام كم يساوي من طن؟ يساوي 1. 8000 هكتوغرام، هكتوغرام 8000 كم يساوي من قنطار؟ يساوي 8. 8 ننتقل إلى التمرين الموالي. أحسب ما يلي: 1000 مليلتر كم يساوي من لتر؟ سوف نحتاج الجدول الخاص بقياس السعة. إذن 1000 مليلتر، مليلتر دائما رقم الوحدات تحت الوحدة، 1000 مليلتر كم يساوي من لتر؟ يساوي 1. 200 سنتيلتر، سنتيلتر 200 كم يساوي من لتر؟ يساوي 2. 20 ديسيلتر، 20 و50 مليلتر، مليلتر كم يساوي من سنتيلتر؟ سنتيلتر 0 زائد 5، 5 0 2 يساوي 205. إذن 20 ديسيلتر و50 مليلتر كم يساوي من سنتيلتر؟ سنتيلتر إذن 0 زائد 5، 5 0 زائد 0، 0 2 زائد 0 يساوي 2. إذن 205 سنتيلتر. سبعة آلاف مليلتر، كم يساوي من لتر؟ يساوي 7.
أرتب الأوعية التالية من أصغر ساعة إلى أكبر ساعة بكتابة الأرقام من 1 إلى 4. إذن 50 سنتيلتر، 75 سنتيلتر، 2 لتر. سوف نحول إلى السنتيلتر. 1 لتر، كذلك نحول 1 لتر إلى سنتيلتر، ثم بعد ذلك نرتب. إذن المطلوب منا أن نرتب من الأصغر، يعني من أصغر إلى أكبر، من الأصغر إلى الأكبر. إذن أصغر عدد في السنتيلتر 50، ثم 75 2، ثم 100 3، ثم 200 4. إذن 50، 75، 1 لتر، ثم 2 لتر. أقيس أطوال الأقلام التالية وأرتبها من الأقصر إلى الأطول. إذن طول هذا القلم 5.4 تقريبا، 5.4 سنتيمتر. طول هذا القلم تقريبا 7.4 سنتيمتر. طول هذا القلم 6.6 سنتيمتر. طول هذا القلم تقريبا 6 سنتيمتر. إذن سوف نقارن، يعني هذه الأطوال، نحن مطالبين بترتيبها من الأقصر إلى الأطول. من الأقصر يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذن أصغر طول، 1، ثم 2، ثم 6.6، 3، ثم 7.4. أصل كل بطاقتين تمثلان الطول نفسه. إذن 4 كيلومتر، 4 متر، 4000 متر، 400 سنتيمتر، 4000 سنتيمتر، 400 ملليمتر. سوف نعتمد الجدول. إذن 4 كيلومتر، 4 متر، 4000 متر، 400 سنتيمتر، 4000 سنتيمتر، 400 ملليمتر. إذن سوف نقارن، يعني بين 4 كيلومتر وبين هذه، يعني الأطوال. إذن 4 كيلومتر هذا هو العدد الذي يساويها، لأن 4000 متر يساوي 4، إذا حولناها إلى الكيلومتر تساوي 4. إذن 4 كيلومتر تساوي 4000 متر. ثم نبحث عن الأطوال التي تساوي 4 متر. إذن 4 متر تساوي 400 سنتيمتر، لأن 4 سنتيمتر إذا حولناها إلى المتر تساوي 4. إذن 4 متر تساوي 400 سنتيمتر. أما 4000 سنتيمتر و 4
100 مليمتر فإنها لا تساوي 4 كيلومتر أو 4 متر. ألاحظوا الرسمة وأكتب بالأرقام الساعة التي يشير إليها العقربان. إذن العقرب الصغير يدل على الساعة يعني الساعات، والعقرب الطويل يدل على الدقائق. بالنسبة للساعة، العقرب الصغير يشير إلى العاشرة، الساعة تكتب دائما على اليسار العاشرة، والعقرب الطويل يشير إلى رقم 2، كم من دقيقة؟ 10 دقائق. إذا الدقيقة 1، نبدأ العد من 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا 10 دقائق. أرسم عقربي الساعة حسب ما تشير إليه الساعة الرقمية، إذا 8 و 30، إذا 8 و 30، 30 تعني النصف، يعني العقرب الكبير يشير إلى النصف، والعقرب الصغير يشير إلى 8 ولكن تميل تقريبا إلى الوسط، لأن النصف لأنها 8 والنصف. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.